أختنا تسأل وتقول: هل يكتب لي أجر صيام الست من شوال عندما أنوي الجمع بين صيامها، أي صيام الست وصيام ما علي من القضاء في 6 أيام فقط؟ لأنني سمعت بهذا الكلام من بعض الأخوات، أرجو إفادتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل 10 أشهر، وصيام الست يعدل صيام شهرين. وبناء على ذلك فإنك تصومين ما عليك من القضاء بعد العيد، ثم بعد ذلك تصومين 6 من شوال. وفيه مسألة تعرض لبعض النساء، وذلك أن تتساهل في القضاء إلى قرب خروج شهر شوال، إلى قرب خروج شهر شوال، فإذا كان ذلك كذلك فإنها تصوم 6 قبل القضاء، لأن صيام 6 يفوت بخروج شوال، والقضاء وقته موسع حتى لا يبقى إلا ما يكفي من المدة قبل رمضان القادم، وبالله التوفيق.